تلاطمت أمواج البحر كثيراً على ضفاف هذه الأرض. كان لتلاطمها وقعه الموحش على كل شيء. على حاضر الأرض وجذورها وحتى على ثوابتها. كان الإيقاع الصاخب متسارعاً جداً يسعى لجثثات جدوة الحياة لدى الجزائريين. هذا المكان مع الأسف في يوم من الأيام كان مركزاً لتكوين المبشرين الذين يحاولون إخراج الجزائريين من عقيدة الإسلام ونشر دين آخر في هذا البلد، ولكن الجزائريين بما يملكون من ميراث راسخ وعقيدة راسخة ظلوا مستمسكين بهذا الانتماء إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولأجل هذا بعد الاستقلال لم يجدوا من رمزية يعطونها إلى المكان إلا رمزية محمد صلى الله عليه وسلم، فسمي المكان بالمحمدية نسبة إلى النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. متقررة الجزائر تعزيز تشبثها بالثوابت، لمعت في الأفق ضرورة تأصيل المرجعية التي تضبط الوسطية والاعتدال لتؤمن نفسها فكريا ودينيا من غزو الغزاة. لم يكن اختيار المكان والتوقيت عاديا، بل كان يحمل من المغزى والمعنى عمقا أقوى وأدل. دقت أولى الأسس للمشروع لتنطلق أعمدة مغروسة في الأرض على مساحة 30 هكتاراً. كانت لبنات هذه المنارة العلمية الدينية في العالم الإسلامي يتوهج وميضها في كل خطوة تتقدم فيها الأشغال، بفضل المتابعات الميدانية العديدة الصارمة والحرص على تحقيق رؤية الدولة والشعب. بدأت الرؤية تكتمل شيئا فشيئا في أبعادها الفنية لتقف صرحا شامخا قويا قبل أن تتضح جلية معالمه، ويتضمن المشروع ويتفرع إلى هياكل هامة. فقد صمم الجامع لاستيعاب 120,000 مصل. قاعة الصلاة لوحدها تبلغ مساحتها 22,000 متر مربع، ويمكنها استقبال 36,000 مصل. ليكون حسب المصممين ثالث أكبر مصلى في العالم بعد الحرم المكي والمسجد النبوي. لجامع الجزائر 4 أبواب رئيسية، هي باب النصر، باب المحمدية، وباب الفتح، وباب المصالحة. محراب جامع الجزائر ذو زخرفة جميلة بديعة تتضمن أسماء الله الحسنى 99. زخرفة جامع الجزائر ذات أصالة جزائرية ونمط مغاربي أندلسي. استمد كثير في الفن، الخط الفن العربي، المنمنمات منها الهندسية والنباتية. سجاد قاعة الصلاة من نوع فاخر مبثوت على كامل القاعة، وفيه من الزخرفة التي تمثل بأشكالها كل مناطق الوطن.
السجاد لجامع الجزائر ليعكس أيضا الثقافة الجزائرية من 12 منطقة، منطقة جزائرية والذي اللي عندها معروفة مشهورة بالنسج على السجاد، السجاد المزابي، السجاد القبائلي تاع الممشى، وكذلك يمثل 29 منطقة أخرى اللي تلقاها على الشريط لدور حول سجاد جامع الجزائر. منبر الجامع استوحي تصميمه من منبر المسجد الكبير في الجزائر العاصمة بخاصية الإخفاء في الطابق السفلي رغم طوله البالغ 7 أمتار. تتوسط قاعة الصلاة الثريا بوزن 9.5 أطنان وقطر يبلغ 13.5 متر ويتشكل من 360,000 بلورة. مطلي معدنها الصلب بالذهب الخالص بعيار 24 قراط. آية في الزينة والجمال. يتشكل جامع الجزائر من 1174 مضاءة و185 حماما في الطابق الأرضي وفق الشروط الصحية التي تضمن طهارة المصلي في رحاب جامع الجزائر. المئدنة تمثل شموخا فارها بارتفاع يبلغ 265 مترا على 43 طابقا علويا وطابقين أرضيين، تضم متحفا ومركز بحث وفضاء للراحة وصومعة، ويمكن بلوغها عبر مصاعد ورافعات أحمال عددها 17. هذه المنارة الوظيفة تاعها ماشي غير الأذان، عندها عدة وظائف أخرى، منها الموزي كي سيطال في 15 طابق، ومركز أبحاث مع مكتب كي سيطال سور دي نيفو، مع زوج منصات المشاهدة و السكايف وطوابق سكايف واي سي طوابق الراحة. دار القرآن هي معهد عالي مستقل يمكنه استقبال 300 طالب ب300 غرفة و15 غرفة للمدرسين، كما تضم دار القرآن قاعات للدروس وللمحاضرات والإدارة والعيادة الطبية. في الجزء الجنوبي من الجامع مركز ثقافي يتكون من مكتبة كبيرة وقاعات المحاضرات التي تستقبل 1500 مشارك، يمكن تقسيمها إلى قاعتين. المكتب
المكتبة مكونة من ثلاث مباني، المبنى الأول مبنى مخصص الإدارة، المبنى الثاني والثالث مخصصين لاستقبال الرواد ومستقبل الأشخاص. فيما يخص هذه المبنيين هم مقسمين إلى عدة أقسام بيداغوجية، قسم الآداب، قسم العلوم، وقسم السمع البصري. عملية نقل وتسليم الكتب تتم عبر آلية حديثة وهو ناقل الكتب كوميونيمون أبلي لو كونفويور دو ليفر. كما تضم قاعة محاضرات ب 250 مقعد وقاعة كبيرة للعرض وست ورشات حرفية وأربع قاعات تدريس وكافيتيريا. تضم مكتبة جامع الجزائر 1,000,000 مؤلف ويمكن أن تستقبل 3,400 زائر. وحدة الطاقة هي البناية التي منها يزود كل المشروع من ناحية الكهرباء والتبريد والتهوية ومن المياه الباردة والدافئة، بجانبها خزان مائي بسعة 2,300 متر مكعب مخصص للمياه العذبة وللتبريد وللمياه الدافئة. يحتوي جامع الجزائر على نظام ذكي اقتصادي للمياه، بحيث تخزن مياه الأمطار في خزان بسعة 6,500 متر مكعب. هذه المياه يتم تصفيتها لتستعمل فيما بعد لسقي المساحات الخضراء للمسجد. يحتوي النظام الثاني على نظام لتصفية المياه المستعملة في الوضوء، استعمالها فيما بعد لتصريف مياه الصرف الصحي.